وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا بالكلام عن سلسلة الموتى والأموات في المنام، والنهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية الميت بشكل جيد أو بصورة جيدة في المنام. أولا، لا يمكن التحدث عن هل رؤية الميت في المنام حقيقة أم خيال أو أضغاث أحلام، وطبعا اللي بيكشف الكلام ده المفسر. لكن حينما يرى الرائي الميت بشكل جيد أو بصورة جيدة، هذه الرؤية جميلة جدا، تقول إلى صلاح حال الرائي وصلاح حال المتوفى بقيامه لأفعال الخير أو أعمال الخير التي كان يفعلها في حياته قبل مماته. وأحيانا هذه الرؤية تدل على مكانته العالية عند الله سبحانه وتعالى، فالرؤية هنا لها علاقة بالمتوفى أنه في مكانة عالية وإن أعماله كلها صالحة. وأحيانا تكون بمعنى جيد أيضا للرائي بصلاح حاله في الفترة المقبلة. حينما يرى المتوفى وهو يؤدي فريضة من الفرائض كالصلاة مثلا، هذه الرؤية تدل على أيضا مكانة المتوفى مكانة عالية، ولكن بالنسبة للرأي تدل على قدوم الخير له والسعادة لصاحب الرؤية إن شاء الله تبارك وتعالى. وأحيانا هذه الرؤية تدل على التخلص من بعض الهموم والأحزان، وأحيانا تدل على أن صاحب الرؤية يعاني من ضيق في المعيشة أو دوائق مادية أو عليه ديون وسوف يسددها بإذن الله تبارك وتعالى. في الأخير يا جماعة الخير، حينما أرى الميت بشكل جيد هناك أشياء جيدة سوف تحدث لي، وهناك بعض الأشياء السيئة التي أنا أمر بها سوف تزول بإذن الله تبارك وتعالى، وكل شخص على حسب حالاته إن شاء الله. تظرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.